بونجور صافا سلام مرحبا بك كي دايره منى الحمد لله كل شيء لاباس ترانكيل صافا الحمد لله لا لا خطاك مرحبا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من برنامجكم تبوغيسا حنا الان كنتواجدوا عند محل لونغلوري باش نعرفوا كيفاش نديروا اون بيديكور بروفيسيونيل ومعنا منى اللي غتعطيكم الكثير من التفاصيل اللي غتهمكم السلام عليكم منى سلام اختي لاباس الحمد لله مرحبا بكم لا لا خطاك ميرسي حنا مرحبا بنا عندك ومرحبا بك معنا شكرا دونك حنا غادي عندنا هاد النهار اون بيديكور بروفيسيونيل وي توتافي نعرفوا لي زيتاب نعرفوا بعد لي كونساي حيتاش دابا الناس كيمشيو يديروا البيديكور وكينساو كيفاش يحافظوا على الضفيرات ديال رجليهم بيان سور اول حاجه اللي نهضروا عليها هي لي ديزانفيكسيون ديال الماتيريال حيت كي بحال كتشوفوا لهيا عندنا ستيريليزاتور اي سورتو الماتيريال خاص يكون ديزانفيكتي يوتيليزي كل كليانه كنديروا لها ماتيريال ديزانفيكتي للوهيه اللي ما كنستعملوهش للوحده اخرى دونك ا شاك فوا وما كوليغ غادي تبين لك كيفاش لي زيتاب تنقي الماتيريال او فيغ ا ميزور دونك الماتيريال يقدر يكون عنده شي تاثير سلبي على الصحه ديال الضفيره بيان سور كي تكون بحال باغ اكزومبل سورتو سكو ان ابل اون ليم ا اونفي هادي اون بانس ا اونفي بحال هادو هما اللي كيحيدوا بها لي بو الا ندوزها للكليانه ونعاود تكون هذيك الكليانه يكون عندها شي مشكله سورتو الشامبينيون حنا بعدا لي كليونت ديال لي شامبينيون ما كنقبلوهمش ما كناخذوهمش اي ابري كي تكون اون كليون دوزنا لها بحال هذا توت سويت خاص ديزانفيكسيون على الكول بلوس ستيريليزاتور عاد باش يدوز اون اوتر كليونت دونك نحاولوا نشوفوا المراحل ديال مرحبا لا بيديكور مرحبا بكم اول حاجه غادي تبدا ديزانفيكتي الرجلين ديال لا كليونت بيان كوم il faut ثانيا تحيد لك الفيرني سي لا بروميير ايتاب او ميم طون كتعمر الماء بوغ لا بالنيو حاجه اخرى ما غاديش تبان حتى في الكاميرا ولكن غادي نورك اي لا كليون بروفيت باراليلمون د ماساج دو دو لاحظوا بلي كاين بوكو دو كليون يديروا ان فيرني فونسي ديريكتومون سور لونغل وهذه ما خصهاش تدار حيت الضفر كياخذ اللون ديال الفيرني فونسي فيه دي زادجوفون كي اللي يلولوا اللونغ ناتوريل عليها دائما خص اون باز عاد الفيرني اللي كان هذا كيساعد على ان الصباغه كتحيد دغيا باش ما كتخليش ماشي غير الصباغه تحيد دغيا سورتو ما تخليش الضفر يتلون حيت لي فيرني فونسي كيكونوا فيهم دي زادجوفون تري فور لي يلونوا لونغل ناتوريل عليها حنا كنقولوا لا كليون دائما خصها دير اون باز لي تحمي بها الضفر عاد نديروا الفيرني فوقو elle va commencer par le limage ديال الضفار باش تعطيهم كل قاده وحده Bien sûr, la lime, elle est désinfectée, alors que Kendez, bien sûr, le stérilisateur. Mais toujours la désinfection qui est derrière les choses. En même temps, tu peux faire des choses qui sont en train de se دابا كتستعمل لاباري كنسموها لا بونسوز بواحد لا فريز هذاك الراس كنسموه اون فريز اون سوا كتكون تري تري لينه الاطفار طبيعي باش ما تجرحوش وباش ما تكروزيهش دونك كتكون رطبه وباش تحيد ان تي بو لي بو تور تحيد لي بو وتعطي ان بون كونتور للاطفار دونك عندي واحد السؤال واش هاد البونسوز ما كت يعني ما كديرش خطر على الضفران لا با جيدو بالعكس حيت الراس اللي كنستعملوه بلا لا سوا هو بلا سوا وكيفيدنا في بلوزيغ حاجات اولا كاينين اللي يكون عندهم ضفار بحال الضفار الصغير ديال الاخراني كيكون غليظ يعاوننا باش نقصوا من الغلظ ديالو ونحو الالوان شي مره كتلقاي طفر يكون كحل وهذاك راجع للصباط يكون مسدود وقت الشتاء
وكاين ثاني اللي كيديروا لي فيرني فرونسي بحال قلنا الطفل كيصفار دونك بهذيك لاسوا تساعدنا باش نحيدوا هذاك اللون غادي يطلع حدي في الرجل من هذا اللون الاصفر غادي يدون اللون ناصع الطفل يبان نقي. نفس الشيء هذا البلوك كنسموه البلوك 3 فاز كيعطي اللمعان للطفل. هنا كتاخذ واحد الزيت كيدار الزيت للكوتيكول دونك سي اونويل ايموليونت كتدار لي كوتيكول باش تساعدنا باش نبداو نخدموهم بلا ما سون لي زاغريسي. دونك مونيا ابخي النيتواياج ديال الضفيرات شنو هي ليتاب اللي كندوزو ليها؟ دابا دارت لك لا بروميير ايتاب ديال النيتواياج ديال الضفر ابخي دخلت لك رجلك واستعملت لك واحد امبا ماغان غولاكسون كيكون على باز دو مونت دو كاليبتوس كيريح الرجل كيبرد الرجل نيت حيت بور لا سيركولاسيون ديال الدم كتسالي لك من الرجل وكدوز دير لك رجلك الاخرى سا برون واحد 10 دقائق ابخي باش تطلق اللحمه باش تدوز لا دوزيام ايتاب دو نيتواياج ديال الضفر. ديجا كنشوفوا الفرق على انه ما بقاوش الضفران كما كانوا في لو ديبي. فوالا لا بروميير كاين تغيير كاين تغيير شفتي بلي بياض ليك ولا بلو كلير ولا بروبر مزيان. دابا دوز ليتاب ديال الكوماج هادي سي ليتاب دو غوماج دونك كي ا باز دو ماندارين و كيكون تري انرجيك باش ال رو طراي لا سيركولاسيون سا ايد ا رولونسي لا سيركولاسيون سانغين. maintenant elle va passer bien sûr la pierre ponce كاين لي ما يستحملوش هاد ليتاب ولكن مهمه جدا. دابا ايمن غادي تابليكي واحد ماسك فيتاليتي لارجيل بلو. هاد لو ماسك تشوفوه في اللون يبين لكم فري بارد كيكون بارد كتحسي به نيت انتي كتحسي به بارد وي بيان سور. وهاد لو ماسك كي جوستومون توجور دون لو ميم اسبري علاش كنسمو هاد لو سوان سوان انرجيزون حيت توجور دون باش يعاود يغولونسي لا الدوره الدمويه دونك بور دوني دي لينيرجي مع الصيف الرجلين كيتقالوا وهذا جوستومون كيساهم في تخفيف لا لوردور دي جامب. دابا الفا تو ميتر لو شوسون بلاستيفي باش يسخن مزيان لو ماسك ودير لك لو شوسون كوتوني باش لو ماسك ليفي ديالو يخدم مزيان بيان سور و ابخي دوز للرجل الاخرى. فوالا نخلوه يبا ريبوزي لو طون تتهلا لك في رجلك الاخرى. ديكوراسيون كنديروا مع هذا كيجي لاسوسياسيون زوينه وكاين كيما كاين الازرق هذايا اللي مطلوب بزاف سوا يكون فونسي او كلير هذا في البحر مطلوب بزاف يعني جو فوا على ان هادو هما الالوان الصيفيه الالوان الصيفيه اللي مطلوبين كثير كيتماشاو مع هذا الموسم ديال الصيف مع هذا الموسم. فوالا واحد سكون ابل لو ستيلو كوريكتور اللي كيساعد يمحي لينا الغلطات لي بتي غال طرف ولا كاين شي حاجه تاع ان تي بو سور لا بو لو ستيلو باش يكون داكشي تري كوريكت. دابا غادي نديرو لكم بتي ديكوراسيون حيت خاصكم تعرفوا باللي في فصل الصيف بزاف عندنا بزاف العرايس عندنا بزاف يمشوا البحر كيبغيو ام تي ديكوراسيون كنديروها دائما في لي غرو زورتاي شي ستراس او ستيكرز كيبقى داكشي اختياري. دونك مونيا غادي نسولك واحد لا ديرنيغ كيسيون قبل ما نختمو شحال لا بيريود اللي خصنا نخليو البيديكور في الرجيلات ديالنا؟
خاص الفرني يبقى ماكسيموم 3 سمان سور فوق الطفر، حيت ابخي كما كنا قلنا في الاول غادي يلون الطفر وما مزيانش. دونك هي ليديال وحده دير بيديكور مره في الشهر. الا تكون عندها لابو من التحت كثيره كتخرج لها بزاف، خاصها ديرها 3 سيمانات مزيان، مره في الشهر ما تزيدش فوق. كومسا ما غاديش يشكل شي خطر على الضفيرات ديالها. داكور. إذا مشاهدينا كما شفتوا معنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم تبوكيصة، وكما شفتوا معنا كنا اليوم حاضرين مع منى اللي وراتنا كيفاش نديروا اون بيديكور بروفيسيونيل وبلا ما غادي ترجع علينا بمضرة في الضفيرات ديالنا. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، غادي نخليكم مع لا ريزولتا فينال.